الوغ بالنسبة للاستعمال ديال المتكرر ديال الماء والصابون على الأيدي ديالنا في هذا الوباء هذا ديال كورونا، فعنده تأثير على الصحة ديال الجلد ديالنا على الأيدي. فالطبقات اللي كتكون سطحية ديال الجلد فكتمشي مع هاد المعقمات هادو، وكتكون واحد النوع تاع الجفاف ديال الجلد، وداكشي كيؤدي الى جروحات ديال الجلد والام بالنسبه للجلد تاع الايدي ديالنا، وما كنقدوش نبقاو نخدمو بالايدي ديالنا بطريقه عاديه. فكاين بعض يعني الوسائل الوقائيه اللي ما كتخليناش انه يوقع لنا هذا الجفاف هذا ديال الجلد ديالنا. فاول حاجه هي انه خصنا نستعملوا من ناحيه الماء اللي كنغسلوا به، خاص الماء يكون دافئ ما يكونش سخون بزاف، لان الماء الساخن كيؤدي الى جفاف ديال الجلد. ثانيا انه الاستعمال ديال الماء والصابون خصو يكون على الاقل 20 ثانيه، يعني هذه المده اللي كتخلي ان الفيروسات والبكتيريا كتمشي. ثالثا انه من ناحيه مباشره من بعد الاستعمال ديال الماء والصابون خصنا نستعملوا مرهمات مرطبه اللي يعني ما كتخليش الجلد ديالنا كيوقع ليه هذاك الجفاف. فهاد المرهمات المرطبه هي كتكون عبر زيوت مينيراليه، وكتكون يعني ديريفي من البتروليوم. فكان استعملوا من الاحسن هاد المرهمات هادو، ما كيكونوش كيحتويو على عطر ولا على تصبغات ولا على مواد حافظه. ومن الافضل انه هاد المرهمات هادي كتكون في انابيب اللي كتكون صغيره. الاستعمال ديالها كيكون يعني مباشرة من بعد ما الواحد كيغسل بالماء والصابون. إلى توجدنا في موقع اللي ما يكونش فيه الماء والصابون، كنلتجئوا للمعقمات الكحولية. فهاد المعقمات الكحولية خصها تكون كتحتوي على الأقل 60% ديال الكحول. وهاد المواد الكحوليه هي كتؤدي الى جفاف ديال الجلد، لذلك فخصنا نستعملوا ايضا مرهمات مرطبه مباشره من بعد ما نعقموا يدينا بالمرهمات بالمواد الكحوليه. واخيرا كنبغي انه ناكد انه الغسل ديال اليدين خصو يبقى مستمر واخا يكون جفاف ديال الايدي، لانه هذا هو الحل الوحيد للوقايه من ناحيه الفيروس ومن ناحيه البكتيريا. اذا خصنا نستمروا في الغسل ديال الايدي ديالنا، نستعملوا المرهمات المرطبه، وفي حاله ما يعني واخا كنستعملوا المرهمات كيوقع مشاكل فنلتجئوا للطبيب الاخصائي باش نعالجوا هذا الموقف هذا.